مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخي، مطبخ امل غنام سمان. اوكي، رح نعمل ملوخيه يابسه. اوكي، اكيد عندي هون صندوقه من الملوخيه، هيدا حجمها. اوكي، وعندي هون ربطتين من الكزبره وبصلتين وثلاث بصلات مقصوصين هيك لانه هولي بدي اشويهم. عندي 2 كيلو من الدجاج، انا بس رح استعمل الصدورة. عندي راسين من الثوم حجم كبير فقيين، وملعقة من الماجي تاعت الفيجيتابلز الخضرة، وملعقة من السمن البلدي، وملعقة من الزبدة، وملعقة ونص من الزيت تاع جوز الهند، وعندي ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة، وملعقة من الملح، ملعقة كبيرة من الملح، وملعقة من العصفر. يعني هيدي فيكن تحطوها فيكن ما تحطوها. وبالنسبة للثوم والكزبرة هيدا شغلة بترجع لكم انتو، على قد ما بتحبوا تحطوا فيها فيكن تحطوا فيها. اوكي، وعندي هون الرز البسمتي، انا نقعته صار شي تقريبا شي 3 ساعات، وهيدا تعولوا الشعيدية. هول الرز وصفته على جنب، محطوطة عندي، عملته قبل هلا. سو ما رح فرجيك كيف بينعمل لانه فيكن تشوفوه على الشانل تعولي. هلا اول شي شو بعمل، بدي اخد الملوخية، صندوقة الملوخية، وبدي نظفها. اوكي، لازم تتنظف لان بيكون فيها قش وشغلات ما إلها طعم، يعني لازم تنشال منها. اوكي، لازم ننظفها وشيل كل شيء الممنيح منها. وهولي مغسلين خالصين، بدي اقطعهم صغير، خليني اروح خلص وبرجع لكم. هيدي نوع الملوخيه اللي بتبقى بقلب الصندوقه، بتكون هيك ناشفه، وبصراحه انا بحطهم على شرشف وبنقيهم. اوكي، احسن ما يكون فيهم شيء لانه ما انا ميبسيتها، هي جايبتها هيك خالصه. هيدا قصدي من اللي بشيله منه، من قلب الملوخية. وأوقات بكون في شغلات أكتر، يعني ما حدا بيعلم شو فيها. المهم بنظفها وبرجع. معلش طولوا بالكم علي، بدي فرجيكم شغلات شو في بقلبها هيك. يعني هلا من بعد ما لازم ننظفها كلها، وبس ننظفها نرجع نشوفكم. وهيك من بعد ما نظفتهم وشلت منهم كل الشغلات اللي لازم تنشال، هول اللي كانوا بقلب الصندوق. اوكي، صاروا معي نضاف. هلا بعد ليكن شو نشال منهم، شفتوا هيدا كله لازم ينشال. بيطلعكم فيهم الله اعلم شو بيطلع بقلبهم. مثلا طلع لي شقفة حجر بقلبهم، طلعوا. انتبهوا، لازم تنتبهوا كتير، تشيلوا كل شيء. عشان هيك بس نظفهم بحطهم وفتش كتير كتير شو في بقلبهم. ليكن هيدا كله زبالة، بس عم بقلكن لحتى تنتبهوا. اوكي، وهيدي هون هلا صاروا نضاف. في ناس بتسلقها، بس انا ما بسلقها. اوكي، انا بحطلها مي عم تغلي غلي، وبخليهم منقوعين فيهم. بالاول بغسلهم كتير بالمي السخنة اللي عم تغلي شي تقريبا 2 أو 3، بعدين برجع بنقعهم بالمي لخمس دقايق وبرجع بصفيهم من المي. شايفين شو قصدي؟ هيك قصدي، بغسلهم كتير كتير بمي نار، كتير المي سخنة. بغسلهم وبقلبهم على مهلي لانه ما بدي اشد عليهم كتير، شايفين سريع هيك. اوكي، بقلبهم على مهلي لحتى يفروا شوي، لانه اذا شديتوا عليهم بفرفي. اوكي، بتصير ملوخية ناعمة. بغسل هول وبرجع بفرجيكم بالاخير كيف بيطلعوا. شايفين هيك المي عن جد سخنة كتير. اوكي، بس بعتقد انا ايدي يتحملوا، يعني برجع بعمل لهم هيك. هيدا تاني زوم. اوكي، وانا بدي فرجيكم هيدا اللون هيك، هيدا منه وسخ. اوكي، كل ما بتتغسل كل ما بده يضلوا لونه هيك. هيدا من الملوخية. هلا هيدا تاني زوم، كمان سمعت لكم عم بتعملوا المي السخنة كتير، 3 زوام بعتقد بزيادة.
هلا بدي فرجيكم الطريقة كيف بدها تتنشف هيدي قبل ما تنقلها لهون. اوكي، باخد هيك عصرة بإيدي وبكبس داون، مش بشد كتير هيك، شايفين؟ لا هيك. اوكي، بهالشكل بحطها على جنب، برجع باخد غيرها مرة تانية بفرجيكم كيف. نار، شوفوا الستيم عم يطلع من ايدي، نار. اوكي، وبخلص كل الكمية وبرجع بفرجيكم كيف بدنا نقليها. هول من بعد ما عصرتهم وصاروا جاهزين للقلي، من بعد ما خلصت هلا بننتقل لمرحلة القلي. هون انا بلشت ذوب الزبدة وزيت جوز الهند مع بعضهم مع السمنة. اوكي، حتى بلش نزل فوقهم الملوخية. ان شاء الله تكون عم تبين لان ضو كتير برا. اوكي، لحط نص الكمية. بقليهم كتير كتير منيح. ضلني بقلي فيهم لحتى تنشف الملوخية، لحتى احسها نشفت. على فكرة فيكم بس تحطوا نوع واحد، فيكم تحطوا سمنة بلدي، فيكم تحطوا بس زبدة، في ناس بتقليها بس بزيت عادي، بس أنا حبيت لأن ما بحب كتر كتير سمنة وزبدة، بخلطها مع هيدا جوز، زيت جوز الهند، لأنه كتير نافع وكتير يعني مفيد للجسم. وصدقوني ما في طعمة شي، ما بتطلع ريحة جوز الهند بقلبه، حطته بس عشان هيك، عشان ما بحب كتر بقلبها. هيدي كل الشغلة، نجرب ناكل شوي صحي. هيدي أول مقلة منهم، هيدي هيك صارت ناشفة وما أحلاها، شفتوا؟ يعني إذا بعملها هيك بتزيح عن التانية ومش لازقين ببعض. هيدا أهم شي، هلا بشيلهم وبحط التانيين. ولحتى فرجيكم الفرق كيف بيكونوا، ليك هولي، هيدا من بعد ما غسلتهم مي سخنة، وهون بس نقلوا بعد ما شاء الله الستيم عم يطلع منه بعد النار. بس حبيت فرجيكم كيف بيصير اللون لتعرفوا انه صاروا جاهزين. شفتوا؟ حبيت فرجيكم انا وعم بقلي برا الملوخية كيف عنا التلج بعده. يعني اليوم ادفى من غير ايام، الله بيحبني كتير. يعني مش برد كتير اليوم بس محمود، والله كرمال وحدي طلبتها مني هالملوخية، قالت لي اذا في نزلها، نزل الطريقة كيف بتنعمل. وانا قلت لها تكرم عيونك، وهي اذا عم تسمعيني تكرم عيونك حبيبتي. بحب اعرف شو بتحبوا انه اطبخ لكم واعطيكم الوصفة، اي شيء بتحبوه بليز قولوا لي. وهلا هيك هيدي تاني خلصت، وبدي احط كل شيء ارجع بقلبها. نزل اللي كنت قليتهم بفور بالاول، بحطهم كلهم فوق، بحطهم كلهم ما شاء الله. وهيدا هيدا البصل اللي شويته برا ودقيته لصار هيك، يعني مش ناعم كتير ومش خشن. وهيدا التوم كمان دقيته، وهيدي الكزبرة. اوكي، نحطهم كلهم فوقهم. هيك حطيتهم فوق الطنجرة كلهم، بدي اقليهم كلهم مع بعض. ما فيني اخبركم الريحة ما شاء الله، عشان هيك بحب اعملها برا، ريحة الثوم والكزبرة. الله اكبر، يعني هلا اصحاب الكندية بدهم يشموها بقول اطيش عم تطبخ هالمرة، ما بيعرفوا هن ايه، ما بيعرفوا الملوخية يعني، حتى بس تعرفوا. بقليهم منيح منيح.
بتركن ينقلوا شي دقيقتين مع التحريك المستمر حتى ما يحترقوا. وهلا من بعد ما نقلت وخلصت معي، اول شيء عم حط الماجي بقلبها، والحار، ما ننسى الكزبرة اليابسة نو. والملح والعصفر. برجع بقلكم هيدا فيكم تحطوه فيكم ما تحطوه، انتو مثل ما بدكم. وبنزل فوقهم المي، الدجاج والمرأة والمرأة تاعيتها. وهيك حطيت الدجاج والمرأة فوقهم، بقلبهم قلبي صغيرة. هلا بس حطيت مرقة الدجاج فيهم ما بقى بحرك كتير، خلص احسن ما تخبص معي. اوكي شو بعمل؟ في ناس بتحط لها بندوراية. اوكي انا ما بحب احط قلبها بندورة، بحط لها ملعقتين حامض اذا في طال. اوكي واحدة اثنين وبحركهم. بغطيهم وبخليهم يسوى مهنو. هلا الدجاج هيدا مستوي خالص، اوكي بس عندي بعد الملوخية، وبعتقد ناقصها بعد شوية مي، لازد لها تقريبا بعد شوية مي، يعني حسب. انا ما اعطيتكم الكمية المي قديش بحط، لانه حسب ما انتم بتحبوها. اوكي يمكن تحبوا كتير فيها المي، يمكن تحبوا فيها شوي، سو هيدا الشيء بيرجع لكم انتم حسب كل واحد كيف بيحب المرأة تاعيتها تكون. اوكي هلا بغطي تحتهم. هلا عليكم مرقتها، يعني ما شاء الله فيها مرقة نار، بس انا بحب زد لبعد شوي بس ما كتير. وهيك ما شاء الله من بعد ما خلصت الطبخة، هيدي الملوخية تبعتي انا، وهيدا حد الرز. وهلا بنشوف كيف تتقدم بالصحن. عندي هون ملعتين كبار من الحر، من معجون الحر. وهوني هلا عم هيد لشغله بناكلها مع الملوخيه. في ناس كتير بياكلوها معه وفي ناس لا، انا عن جديد والله صرت حبها كتير. هي عباره، هلا حطيت انا هون 4 معالق من الكزبره المفرومه. فيكم تعملوها كتير ناعمه وفيكم تعملوها مثل ما بدكم انتم. اوكي هيك. وعندي نص بصل صغيره كمان فرمتها صغير صغير بهالشكل. وعندي حص ثوم مع ملعتين مي وملعقة كبيرة حار فيه يحط بعد إذا بدي. وعندي هون 1/4 فنجان حامض، وبدي استعمل تقريبا شي ملعقة ونص من الزيت زيتون وملعقة ملح. بحط الحامض فوقها، البصلة مع الثوم طبعا الحر، تقريبا يعني تقريبا شي ملعقة صغيرة ملح وملعقتين زيت زيتون، واخلطهم كلهم مع بعضهم. هي هيدي لازم تكون كتير حارة وحامضة، بما انه انا ما حطيت بقلب الملوخية كتير حامض، حطيت بس ملعتين حامض. سو بحبها حامضة انا وبنتي. عملنا هون هيدي اسمها الدقة، بتتاكل حدا. وهيدي هيك بتتقدم، بتنحط بالصحن. هيدي اطيب ملوخية من تحت دياتي، وهيدي الصلصة اللي بتتاكل معها اسمها الدقة. هيدا الرز المفلفل حدا، بيتاكل حدا حامض وفجل، واذا بدكم حي الله شيء انتو بتحبوا. اوكي ان شاء الله بكون عجبكم الفيديو، وما تنسوا تعملوا لي لايك والاشتراك بقناتي. love you all. باي.